الراديو 90-90 هواها مصري. قبل ما نستكمل حوارنا خلينا ناخد بعض الرسائل اللي جت لحضرتك. محمد الكيلاني بيقول معلومات مفيدة. محمد صلاح الدين بيقول مساء الخير وتحياتي للدكتور محمد. ما هي أهم المراجع التاريخية التي تحكي تاريخ الأرمن في مصر، وكيف كانت مصر ملجأ من مذابح الأتراك؟ بالنسبة للدراسات اللي عملت عن الأرمن في مصر، كان الماجستير اللي أنا قمت به في جامعة المنصورة الأرمن في مصر في القرن التاسع عشر، واعتمدت فيه على الأرشيف المصري لدار الوثائق القومية ودار المحفوظات العمومية بالقلعة، والدكتوراه عن الأرمن في مصر تقريبا في القرن العشرين. دول يعني أهم كتابين عن الأرمن في مصر في التاريخ الحديث والمعاصر. وجود الأرمن في مصر موجود من أيام الدولة الفاطمية، لأن لما حصلت الشدة المستنصرية استعان الخليفة الفاطمي بجمال ببدر الجمالي، وده أرمني الأصل، وجاه أنقذ القاهرة من الشدة اللي كانت فيها. ممكن نشرح للمستمع مصطلح الشدة المستنصرية؟ مصر تعرضت لأزمة اقتصادية طاحنة أيام الدولة الفاطمية، وترتب عليها يعني ارتباك في الشارع المصري، والخليفة الفاطمي ما قدرش يسيطر على الأوضاع، فاستعان بأقوى قواده في بلاد الشام اللي هو بدر الجمالي اللي تنسب إليه منطقة الجمالية، وفي شارعين، شارع باسم بدر وشارع باسم الجمالي في منطقة الجمالية، ده من العصر الفاطمي. وهو اللي جاه وضبط الأوضاع داخل مصر، وجاب ستة أخوة من مدينة الرها، ثلاثة منهم هم اللي بنوا أسوار القاهرة وحصنوها، اللي هي موجودة لحد النهاردة، النصر والفتوح وباب زويلة، ولعب دور مهم في العصر الفاطمي. لكن في التاريخ الحديث محمد علي وهو بيبني الدولة الحديثة استعان بكفاءات أرمنية، وكان أهم شخصية في إدارة محمد علي بوغوص بيك يوسفيان، اللي هو كل قرار محمد علي ياخده لابد أن يمر على بوغوص بيك يوسفيان ليقول رأيه فيه. وهو أول وزير خارجية لمصر لما تأسست وزارة الخارجية المصرية، بحر برة يعني العلاقات مع الخارجية أو ديوان التجارة والأمور الإفرنجية، كان بوغوص هو اللي وضع أسس الخارجية المصرية، وهو اللي فاوض الدولة العثمانية عشان حدود مصر تكون خاصة لمحمد علي، واستدعى عائلات أرمنية هم اللي شاركوا في إدارة مصر في القرن 19. يعني في خمسة وزراء أرمن تولوا منصب الخارجية المصرية 12 مرة بنسبة 64% من إجمالي الوزارة في القرن 19. بوغوص بيك يوسفيان، أرتين شراكيان، ستيفان ديمرجيان، نوبار باشا نوباريان، دكرام باشا دبرو. ودكرام باشا دبرو رفض أمر السلطان العثماني باقتطاع سيناء من حدود مصر وإلحاقها بفلسطين. ده يعني من زمان القصة دي. لأن رفض وقال أنا قرأت في التاريخ المصري القديم أن سيناء منذ أقدم العصور ملك لمصر، وأنا بتقاضى راتبي من الخزانة المصرية. ورفض أن هو يستلم فرمان تعيين الخديوي عباس حلمي الثاني وسيناء بدون لا تجر في الفرمان. وكان النتيجة ان هو ضحى بمستقبله كرئيس وزارة مقابل الحفاظ ان السلطان العثماني اضطر يبعت فرمان جديد وألحق سيناء بالحدود المصرية. لما تم تحكيم على طابة 1988 كانت مراسلات دكرام باشا دبرو
مع السلطان العثماني مصدر مهم في إثبات أن هذا الجزء كان ضمن الحدود المصرية. شو بقول لكم حلقة مهمة النهاردة معلومات قيمة جدا. تفضل فنا. فمن تسعينيات القرن التاسع عشر بدأ الهاربين من مذابح السلطان العثماني يدخلوا مصر بالمئات. الإسكندرية استقبلت في 1896 2000 أرمني هربوا من مذابح السلطان عبد الحميد وانتشروا في الإسكندرية وبعضهم نزح إلى القاهرة. وفي الوقت ده كان في شركات دخان كبيرة جدا، ماتوسيان وميلكونيان، اشتغلوا كمندوبين لها لدرجة ان بعضهم راح السودان. تمام. 1909 حصلت مذابح بشعة جدا في أضنة جنوب تركيا، واللي قام بيها الأتراك القوميين كانوا عاوزين يطهرهم الدولة العثمانية من الأرمن، لأنه عندهم المشروع التوراني اللي هو تكوين تركيا نقية الدماء خالية من الأرمن والأكراد والعرب. حياتك قلت لي قبل الهوى أنه قادة الجيش وافقوا على فكرة القومية أو التورانية، التورانية بشرط واحد فقط. هو طبعا فكرة دولة عثمانية بتمثل دولة الخلافة الإسلامية كان لها جمهورها في تركيا، وبالتالي قيادات الجيش التركي كان لابد من ترضيتهم للموافقة على تحويل الدولة العثمانية من دولة أممية إلى دولة قومية حدودها الأناضول فقط. الثمن اللي تقاضاه جنرالات الجيش التركي كان ثروات الأرمن في الأناضول الشرق، وبالتالي أيدوا إبادتهم، وبالتالي تم يعني إسكاتهم إن هم قبضوا ثمن تحويل الدولة من دولة إمبراطورية إلى دولة قومية. وبالتالي كان ثمن سكوتهم هو إبادة الأرمن في مقابل الحصول على ثرواتهم. النظام الحاكم استفاد إن هو طهر المكان من الأرمن وحل محله أتراك وجراكسة، وقيادات الجيش اللي ممكن تعترض على تحويل الدولة من إمبراطورية إلى تركيا فقط قبضوا الثمن. تمام.